نعم قطر. من اختار عبد الفتاح يونس؟ قطر. نسألك، من اختار عبد الفتاح يونس؟ كان راضي بتكوين جيشا قويا في ليبيا، ولكن للأسف اختيل. اختالوا كتل ضباط الشرفاء. تفضل السيد عبد الحكيم فنوس. طبعا نحن نرفض هذا القتل وهذا الجرائم، عرفت كيف نرفضها تماما، ولكن هذا هذا هذه انتمات بسيطة. أنا تبين أنا من اللي يدعم في الميليشيات؟ لا ترجي شوية، ترجي شوية. من اللي يدعم في الميليشيات؟ طائرات تجي من قطر لمطار معتيقة. تدخل القطري موجود، وتدخل الإماراتي موجود، وتدخل الإمارات لم تدخل في شؤون ليبيا نهائيا. ارجي شوية، ارجي شوية، اسمعني. تو انت تشوف الجهات التي تدخل في الخارج. فرنسا تدعم فيك انت. فرنسا؟ ما دليلك فرنسا؟ ما هو دليلك؟ ما هو دليلك؟ اسمعني تو خلاص، انت خليك فتحت الموضوع. ما هو دليلك؟ اسمعني، ما هو دليلك؟ حنعطيك الدليل الان، حنعطيك الدليل على كيفه. جيد جدا، الحوار لسنا نحن القضيه على كيف نحن ندرك بان هناك مخططات كبرى تجري لفصل الجنوب عن ليبيا، وهناك ادوات يجب ان تتم استخدامها في جنوب ليبيا حتى يتم خلق نزاع داخل الجنوب الليبي، ويتفصل الجنوب الليبي على لصالح قوى عظمى. النزاع في جنوب الليبي وهو علي زيدان قبل كيف؟ قبل اسبوعين. شنو علاقة فرنسا انت؟ عندما تحدثت في صلب الموضوع، هو يتهم علي زيدان نعم بالفوضى في جنوب ليبيا. نعم، عندما هذه اتهامات وجهت حتى من الاسلاميين في المؤتمر. لحظة، عندما يضغط علي زيدان بسحب الثقة قبل اسبوعين الماضيين، ارسل قوات ميليشيات دعمهم بالأسلحة والضخائر بمهاجمة القبائل اللي تبوا في منطقة السرير. فشل المخطط بتاعه. لإحلال السلام أو لمهاجمة قبائل التبو. لإحلال السلام بين القبائل العربية والتبو، هذا هو الهدف. لا، مهاجمة التبو وعدم الاستقرار في الجنوب حتى لم يقوموا بسحب الثقة من علي زيدان. بعد أسبوعين، هذا قبل أسبوعين وقبل ثلاثة أيام. أعطيك الكلمة. قبل ثلاثة أيام عطى أوامر لآمر المنطقة البوسيفي، وزع أسلحة على ميليشيات المشرعة من المجلس الوزراء، دعم من علي شخصيا، من كتيبة اللواء السادس في سبها، دعم من علي زيدان شخصيا بالأسلحة ومعدات. ربما تعطي السيد علي زيدان أكثر من حجمه بما تقوله الآن. نعم، قتل لأبناء التبو، وهناك محاولة تطهير عرقي لقبائل التبو. ويتهم السيد علي زيدان بالفوضى في الجنوب، وحزب العدالة والبناء قال إنه يحمل الحكومة المؤقتة المسؤولية الكاملة عما واسماه بالانفلات الأمني في ليبيا عموما والجنوب خصوصا. أنا آخر واحد ممكن يدافع عن علي زيدان. لست فقط لنحلل الموضوع. لذلك أنا لست هنا بصدد رفع المسؤولية عن علي زيدان أو دفاع عن علي زيدان على بالمنطق، ولكن الأمور لا تسير على كيف بنفس الصورة اللي يعطي فيها السيد عيسى الآن. خليني أعطيك الصورة على كيف السيد عيسى دعوه يكمل. سيد عيسى، ما دليلك؟ ما دليلك هناك مخطط فرنسي لتقسيم جنوب ليبيا؟ أنا خليني نقول لك جيب برهان حتى نعود إلى هذه النقطة. حطيني حنعطيك برهان. سيد عيسى دائما تلقوا الشماعات، تلقوا في فشلكم. جيد أوكي جيد. انت تتكلم بتقول تفشلكم، من انت على الفرج الكلام دي؟ انا انت مدافع عن علي زيدان علي زيدان سيد علي اخر واحد من ممكن ان يدافع عن علي زيدان من المسؤوليه. انا اخر واحد ممكن يدافع عن علي زيدان او عن المؤتمر الحالي، لان اراهم فشلوا وهم من اوصل البلاد الى هذه الحاله. جيد، هذا ما فيش في النقاش. مش اقليتي ليست هنا انا، أنا جيت هنا عارف كيف ناقص الوضع الليبي والموجود عارف كيف في جنوب ليبيا واختلال الأسباب الفوضى الموجودة داخل ليبيا. الاحتلال، ما هو الاحتلال؟ ما هو الاحتلال جنوب ليبيا؟ يا أخي أي نعم، ما أي الاحتلال نعم. المحتل ليبيا؟ ترجين شوية، ترجين شوية. العلاقة الكتائب موجودة تقود فيها أنت حضرتك غادي على كيف بالإخوة التبوة الموجودين على كيف تشاد على كيف والنيجر، هذه علاقة ثابتة اللي فيها اللي فيها نزاع. لحظة شوف، علاقتنا بتشاد او انت ننتم للشارع، حتى نفسر للمشاهدين الكرام، ثم صراع بين قبائل في الشرق لهم امتداد في مصر ولهم في ليبيا. اولاد سليمان نفسهم لهم امتداد في النيجر. يا راجل رئيس مجلس عسكري شخصيا ساعطيك الكلمه سيد عبد الحكيم. اود ان افسر للمشاهدين الكرام انه بين قبيله التبو ثمة صراع بين قبيله التبو والقبائل العربيه. هذا صراع اولا يتجلى في جنوب ليبيا، في المقابل تتهم قبيله التبو والسلطات الليبيه بتهميشها، وتتهم قبيله التبو بانها تستعين بعناصر من تشاد ومن غير
وغيرها في محاربة القبائل العربية حتى نوضح لمشاهدينا الكرام. في, في نقطة مهمة جدا وأنتم متهمون بالمساهمة في هذه الفوضى أيضا. شوف سيد عيسى عبد المجيد، هناك من يوم الخميس تم قصف أحياء تبو وقتل النساء والأطفال وخطف في ناس ما زال حتى الآن ما نعرفش مصيرهم وين، أكثر من 20 شخص مخطوفين. أخ محمد بركة مخطوف حتى الآن، هو ابنه ما نعرفش وين موجود. من محمد بركة تباوي تم خطف من ميليشيات مشرعنة من رئيس الوزراء. الجرحى تبو حاليا متواجدين في منطقة أباري. لم هذه كتائب جاءت من الخارج، لأن تتحدث لا تتحدث عن القبائل العربية. لحظة، كتائب تابع علي زيدان. لحظة، الجرحى حتى الآن في أباري لم ينقلوا إلى المستشفيات، بل الجرحى من الطرف الثاني تم نقله حتى وصلوا عند تونس. هذه يعني تتهمون السلطات بتهميشهم. نعم تهميشهم، هناك وبمحبات القبائل العربية. نعم هناك مخطط لتطهير عرق القبائل التبو. وأنتم جزء لا يتجزأ من ليبيا. سيد عبد الحكيم فنوش، دون أن تقاطع السيد عيسى عبد المجيد أرجوك. نعم أنا السيد عيسى الآن المقابلات الأخيرة التي يخرج فيها يصر على استخدام مصطلح تطهير عرقي، أوكي؟ وهذا القصد منا هو استدعاء لتدخل الخارجي. استخدام هذا اللفظ هذا ليس عبثا، يستخدم فيه عن قصد تو كرر ثلاث مرات الآن. فعلا تطهير عرقي. جيد، نحن أخوتنا في أخوتنا التبو هم جزء أساس من الكيان الليبي، وهم ليبيون أصليون. لماذا الجرحى تبو حاليا متلوحين في مطار أباري؟ عجيني شوية، عجيني شوية يا عيسى، يا عيسى، يا عيسى، أنا لا أدافع عن تقصير الحكومة. ما هوش تقصير، إهمال هذا. جيد، إهمال، تقصير كما تريد. نعم. عجيني شوية. نعم. أنت تسعى الآن لتقديم الصراع على أن نزاع عرقي، وهذا من غرض استدعاء جهات الخارجية بهذا التقسيم ليبيا. لا نحشو من أحد. نحن نظرنا القذافي. أنت تعرف القذافي. نظرنا القذافي، ما خفناش من القذافي. لا نخاف من أحد إلا الله سبحانه وتعالى. نحن التو ما نخاف من أحد ولا نجامل أحد، ولكن نحن نتعرض لتطهير عرقي فعلا. رجين شوي، رجين شوي. الله يخليكم يا عيسى. اسمعني 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 أركين. التبو خوتنا وليبيين وما زيدش عليهم حد. باهي، انت اصرارك على الزدان يصل طائرات يرسل طائرات يسعد مجيد في حقوق واضحه فقط لنتركه على سمعه نفس الخطا بتاع صدام حسين ضرب الاكراد في في في, في منطقه الاكراد نفس الطريقه علي يعني وحاليا يعني طائرات الليبيه فوق الاجواء سبعه. يعني الحديث عن تطهير عرقي، هل هدفه حتى اعيد ربما سؤال السيد عبد الحكيم فنوش، هل هدفه التدخل الخارجي؟ هل هدفه تقسيم ليبيا؟ لا لحظه، اول حاجه نحن اجبني على سؤالي لو سمحت. شوف نحن احرص من ليبيا من كل اي حد، ونحن الليبيين الاصليين التبو والطوارق على وحده ليبيا ايضا. لحظه، التبو والطوارق والامازيغ الليبيين الاصليين هم شعوب الاصيله الليبيه رقم واحد، ما فيش حد زايد علينا. لحظه، ما فيش حد زايد علينا. ثانيا، في 2011 المجلس الانتقالي ارسل قوات الدرع الليبيه للكفره لقتل اكثر من 150 شخص في سبها، نفس الشيء في 2012. حاليا تكرر في السرير اربع محاولات. تفضل الكلمه الاخيره، لا ارجو ان لا نحيد عن صلب الموضوع. اربع محاولات لتطهير عرق القبائل. سيد عيسى عبد المجيد، السؤال هو عن الفوضى بشكل عام في ليبيا، ليس فقط عما يحدث في سبا في الجنوب. لحظه، نحن ليش بصدد بتقسيم ليبيا، ولكن تصرفات علي زيدان حيتحمل النتيجة ما يحصل في ليبيا. ما الذي يعنيه ذلك؟ هل انتم مع تقسيم ليبيا؟ نحن مش مع تقسيم ليبيا، ولكن مع في حاله علي استخدام الطائرات ضد قبائل تبو، نعم نطلب تدخل دولي. نعم. سيد عبد الحكيم، تقول صورة واضحة، كيف ذلك؟ نعم جدا، أشكرك على استضافة الساحي سيد عيسى، أوكي؟ وهذا ما كنت أنا، السيد عيسى كان خرج في ليبيا في قناة ليبيا الأحرار من يومين، ولفتني جدا استخداما لمصطلح تطهير عرقي. الآن يعني الصورة كاملة، ما هي الصورة لديك حتى نفهم؟ الصورة ما لدي بأن السيد عيسى الآن يستخدم قوة خارجية لترسيخ إذا استخدمت الطائرات ضد القبائل التبو في سبها، إذن من حقنا دفع نفسه. لماذا طلبت النيتو؟ لماذا طلبت النيتو؟ إيه لترسيخ أي مبدأ؟ لماذا طلبت النيتو؟ لترسيخ مبدأ التدخل الخارجي. الخارج أليست ليبيا لنقولها بكل صراحة أمام هذه الفوضى الأمنية المستشرية في ليبيا منذ مدة طويلة جدا، ثلاث سنوات الآن منذ الثورة، وليبيا تعيش فوضى أمنية كبيرة، ليست بحاجة إلى تدخل خارجي. خلينا نقولها بكل صراحة. ونحن حاليا ليبيا فصل سابع، لا تدري ليبيا فصل سابع. يعني لا أحد يريد. أنا أدري وأشكرك جدا
جدا على استضافة كثير حتى يتضح أمام الليبيين الآن التوجه اللي ماشي فيه عيسى عبد المجيد. عيسى عبد المجيد معروف. اسمعني. شوف كلبك عيسى عبد المجيد لا يسعى تقسيم ليبيا. النزاع النزاع بيننا وبين التبوء كيف؟ إذا علي زيدان هو يقول تصرفات زيدان قد تؤدي إلى ذلك وليس مع تقسيم ليبيا. حتى نكون واضحين. هو ضد تقسيم ليبيا ولكن تصرفات علي زيدان يحمل السيد علي زيدان مسؤولية إذا تقسيم ليبيا. يتحمل علي زيدان التقصير والفشل الحاصل هو والمؤتمر ولكن هذا لا 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 يقدم الصراع على أنه صراع عرقي داخل ليبيا. القضية مش قضية صراع عرقي قبلي. كيف تصفه؟ هناك نزاع قبلي بين أخوة التبو وأخوة على الكزوية وأخوة على الأولاد سيمان وغيره. لحظة لماذا علي زيدان يدعم مجموعات ضد التبو؟ على الإطلاق يجب أن يخلط الدليل على هذا الأمر أيضا. هناك دليل نعم الكتائب المتواجدة حاليا في السبب لأنك وضحت الصورة على كيف لمن يكون عيسى عبد المجيد داخل ليبيا. هذه الصورة كان يتسطر عليها الآن. الأمور وضحت جدا اليوم. أنا ما أخاف من حد. لكن أنا ما أخاف من حد. لا تخاف. قولها صريحة. قول أنا ما أخاف من حد. أنا تحديت القذافي. شنو علي زيدان تحديت القذافي؟ أسمع ما هو هو ليس سيد. أنا لا أدافع عن ضيفي ولكن حتى لو كنا واضحين سيد عبد الحكيم فنوش. علي زيدان علي زيدان شو الله على شعرين على كيف ذاهب على كيف زيدان هو اللي عنده شرعية هو اللي عنده شرعية هو اللي تدعم بالأسلحة والبخائر وبالأموال لتلك الكتاب المشرعنة من المجلس الوزراء. علي زيدان علي زيدان الحكومة والمؤتمر بصدد على كيف أن يتنازل عن سلطة الفترة القادمة على كيف لذلك أنا قلت مهما كان علي زيدان أو غير علي زيدان يستخدم طائرات ضد قبائل التبو قصفهم أو قتلهم هو علي زيدان أليس نطلب حماية للتبو أليس يطبق سياسة المؤتمر الوطني زيد. سيد عبد الحكيم فنوش علي زيدان ألا يطبق سياسة المؤتمر الوطني؟ نعم 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 خلينا بس ونبي حتى يعني نقدم على كيف للناس على كيف معلومات ذات قيمة كيف إيه معلومات ذات قيمة بطبيعة الحال لكن أنا أكيد عن صلب الموضوع. لا المؤتمر ولا الحكومة على الإطلاق يسعون لصراع وصدام بين التبو والقبائل الأخرى العربي. نعم هذا القضية صحيح غير صحيح وانت قاعد تبروز لعلي زيدان بروز للمؤتمر انا بروز للمؤتمر انا من اكثر من اكثر الناس ماذا حدث في السبح لحظه من اكثر الناس عشرات من القتلى والجرحى في مواجهات بين القبائل العربيه وقبيله التبو نعم والقتلى والجرحى حاليا في مطار أوباري لم يتلقون علاج بل جرح إيه ما الحل؟ أنت كنت تبقى سيد عبد الحكيم فنوش حاليا في تونس تبقى دقيقتان تقريبا ما هو الحل؟ البعض ربما قد يلوح وهو ليس مع التدخل الخارجي وليس مع تقسيم ليبيا ولكن يقول تصرفات زيدان قد تؤدي إلى هذا الأمر. هل ما هو الحل اليوم لوقف هذه الفوضى الأمنية في ليبيا؟ وسؤال موجه لكم إقالة علي زيدان سحب الثقة من علي زيدان هل يكفي سيد عبد الحكيم فنوش؟ على الإطلاق سحب الثقة من علي زيدان لن يحل القضية على الإطلاق لن يحل القضية ما السبب؟ لأن القضية ليش قضية علي زيدان قضية المؤتمر ولا قضية المؤتمر أنا النزاع الآن سأعطيك الكلمة حتى يكمل فكرة سيد عبد الحكيم فنوش الآن مجلس حكماء موجود داخل سبها ودخل مجلس الحكماء يا راجل أصبر أصبر سيد عيسى عبد المجيد فكرتك واضحة وسأعطيك الكلمة لتجيب على كل ما يقول السيد عبد الحكيم فنوش دعني فقط يكمل فكرته حتى تبين يعني الأمر. اوكي يعني انا لست بصدد الدفاع عن الحكومه ولا على المؤتمر واعتبرهم فاشلين وانا اعتبرهم فاشلين الحل ليس استقاله علي زيدان تقول ما هو الحل الحل ليس استقاله علي زيدان الان يجب على قبائل التبو وقبائل آل سليمان وقبائل زوية ان يجلسوا الى بعضهم ويجدوا حل من خلال مجلس الحكماء من خلال مجلس القضيه ان هناك ايادي خارجيه تلعب في الجنوب واليد الخارجية ترغب في تقسيم ترغب في تقسيم وترغب في إحداث نزاع داخل المنطقة يستدعي التدخل الخارجي اللي يستخدم نزاع لأفراد يقومون بهذا والأفراد هم زيدان لا يتحمل مسؤولية في هذا الأمر هو يحمل زيدان شخصيا المسؤولية سيد عبد الحكيم فنوش الصراع ليس صراعا قبليا لا يتحمل زيدان مسؤولية ما يحدث في الجنوب اليوم الصراع ليس صراعا عرقيا أجبني عن سؤال من يتحملها أجبني عن سؤال القاتل من يتحملها علي زيدان يتحملها علي زيدان نعم علي زيدان مقصر نعم مش مقصر مش مقصر يتحمل متورط الفرق بين المتقصر والمتورط القتال حدث دليل ايضا سيد عيسى القتال حدث بين الزنتان وبين الشاشية حدث بين برشفانة وبين بين زاوية وحدث بين قبائل كثيرة يحدث هذا النزاع
لم يخطر على بال احد ان يسجل قوات خارجيه. الان زيارات قبائل التبو، زيارات السفير الفرنسي مع عيسى المجيد، ووجود عيسى المجيد هنا في فرنسا، وزيارات على كيف المجيد السفير الفرنسي. اذا كانت قبيله التبو سيد عيسى عبد المجيد، سيد عيسى عبد المجيد اذا كانت قبيله التبو، سيد عيسى عبد المجيد اذا كانت قبيله التبو تتعرض مثلا اقول الى الاضطهاد، والحكومه المركزيه لا تقوى على حالة الامر وعلى استتباب الامن هناك، ما الحل عدا تدخل خارجي؟ ارجوك ان تجبني على السؤال. انا اجيبك على السؤال. من قام بدا ركب النزاع؟ انا ما بيش نقدم الصوره على اني انا ضد التبو، التبو اخوتنا وهلنا على كيفه. انت حاليا اسمعني ضد التبو، انا ضدك انت، ما ضد التبو، انا ضد التبو. ليش ضدي انا؟ عشان دافع عن التبو ضدي. عشان هناك اخوه من التبو اكثر رشدا واكثر انتماء للوطن. انت تسعى على كيف قيام دوله على كيف التبو على كيف التبو على كيف الجنوب. لا الحصه قلت الحصه غيرك. انت تسعى على قيام دوله على كيف التبو الجنوب. انا لو بدي الدوله تستقل من قبل قوى خارجيه، ما نحس في حدنا، وتستقل من قبل قوى خارجيه على كيف الصراع. ليس صراعا عرقيا، الصراع في ليبيا. لكن الحل، هل استقاله زيدان سحب الثقه من زيدان؟ اليوم يقترح تعديل وزاري، هل سحب الثقة من زيدان والاستغناء عن خدماته بعد مدة طويلة على رأس الحكومة، هل هذا سينهي الفوضى في ليبيا؟ أكدنا لو علي زيدان تم سحب من الثقة ليبيا تخرج من مشكلة، ولكن لا يوجد توافق حتى داخل المؤتمر لسحب الثقة من علي زيدان. هذه واحدة. ثانيا أنا عندي مقترح باختصار دهما للوقت، لازم يختار كل قبيلة من الشخصين تشكيل مجلس شيوخ، تكليف رئيس محكمة العليا كرئيس ليبيا مؤقتا، ونخرج من هذه الأزمة. نعم. هذا هو ردك الأخير على هذا كلمتك الأخيرة. السيد عنده برنامج معد وبالتنسيق مع جهات خارجية. هذا الكلام يقول فيه كل هذا على كيف مقصود منه. أنا والله ما نحس حدرة. أنت ما بتعرفش تبغى. والله ما أنا بتعرفش تبغى. أنا طبعا ما نحس حدرة. والله شوف أنا ما نحس حدرة. أنا ما جالس صلقين مش أنا ما يعني الخلاف أرجوكم الخلاف لا. أول حاجة عليزي أنا نحمل ما يحصل. هو الجميع يحمل السيد علي زيدان مسؤولية ما يحدث من فوضى أمنية في ليبيا، ولهذا السبب تمت مناقشة سحب الثقة منه، ولهذا السبب اقترح السيد علي زيدان تحويرا وزاريا لإنقاذ حكومته. بالتلافي الأمر هذه ما فيش عندنا. أشكركم جزيل الشكر، انتهى الوقت. السيد عيسى وضحت ما يدور في ذهن السيد عيسى. السيد عيسى عبد المجيد زعيم قبائل التبو في ليبيا، والسيد عبد الحكيم فنوش المحلل السياسي، شكر كل الشكر الجزيل لكم، كنتم معنا في فقرة وجه لوجه حول الفوضى في ليبيا. مجددا كل الشكر الجزيل لكم، والخلاف لا يفسد للود قضية. لا مدعات للأسف. شكرا جزيلا لكم. في عمق الحدث المغاربي الآن أغنية الراب التونسية الشهيرة حماني، مشاهدينا الكرام هذه الأغنية الظاهرة.